صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام الحرس الوطني بطل النيجر الساعه 6 بالليل هنا على ملعبنا في اياب دور ال 32 من مسابقه دوري ابطال افريقيا. المباراه الاولى لعبناها الاسبوع اللي فات يوم السبت وانتهت بالتعادل 1-1. الحقيقه يعني كان عندنا كلام كتير نقوله عن المباراه دي، لكن خلينا نوفره لماتش النهارده اللي ان شاء الله نلعب فيه ونأدي بشكل كويس ونكسب ونتأهل بقى لمرحله المجموعات. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بقائمه كبيره جدا من الغيابات، اهمها طبعا هو القائد كابتننا محمد الشناوي اللي مصاب، وبنتمنى له ان شاء الله السلامه ويرجع لنا قريب، هيطول شويه ومش هيكون موجود معنا كمان في بدايه مشوارنا في مسابقه الدوري اللي هينطلق الاسبوع ده برده ان شاء الله، لكن كل التمنيات ان هو يرجع لنا بالسلامه، وعندنا ثقه طبعا في كابتن علي لطفي اللي هيكون موجود النهارده ان شاء الله ويؤدي مباراه كبيره، ومعاه على الدكه حمزه علاء ومعاه كمان مصطفى شوبير، وان شاء الله مواهب النادي الاهلي ومستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي يكون بخير دايما زي ما متعودين. الغيابات برضو مكمله معانا، والصفقات الجديده مش هتشارك في ماتش النهارده. ليه؟ لان هم لسه ما تأيدوش في القائمه الافريقيه. عندك مكسوني وبيرسيتاو وحسام حسن ومعاهم كمان كريم فؤاد وعمار حمدي واحمد عبد القادر، كل دول مش هيكونوا موجودين النهارده، لكن عندنا ثقه ان شاء الله في باقي لاعبتنا. العريس طبعا قفشه لسه راجع التدريبات، مش عارفين بقى مستر بيتس وموسيماني هيديله في ماتش النهارده ولا هيريحه كده كمكافاه الجواز، مش عارفين لسه هنشوف. وموجود محمد شريف ان شاء الله جاهز تماما بنسبه 100% لقياده الهجوم النهارده، وان شاء الله بنتمنى بقى يبدا مشوار الحفاظ على الجائزه بتاعته الغاليه جدا اللي توج بيها السنه اللي فاتت وهو كان هداف دوري ابطال افريقيا. طبعا محمد شريف الحقيقه يعني الموسم اللي فات عمل موسم رائع جدا، نهاه هداف دوري الابطال وهداف كمان الدوري المحلي، وان شاء الله النهارده تكون بدايته الحقيقيه في الموسم ويسجل لنا اهداف كتير بقى ونبدا معاها مشوار عد الاهداف، ونشوف هيخلص الموسم ان شاء الله على كام هدف. طبعا الكلام الفتره اللي فاتت كان كتير جدا على مستر بيتسو موسيماني، يا ترى الراجل مكمل ولا لا؟ لكن الحقيقه كابتن محمود الخطيب في المؤتمر العام اللي عقده في النادي الاهلي منذ ايام اتكلم عن كل حاجه وقال كلام مهم جدا في حق موسيماني وفي حق الجيل الحالي من اللعيبه، وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. الراجل الحقيقه وصف بيتسو موسيماني ان هو واحد من افضل 50 مدرب في العالم في الوقت الحالي. لو جينا نتكلم بالمنطق هنقول ليه لا طبعا، مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي اللي محقق نجاحات كبيره جدا واللي متوج بدوري الابطال في اخر نسختين، ده طبعا انجاز ضخم الحقيقه، وراجل كان مشارك في كاس العالم للانديه ورجع بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه، ولسه كمان ان شاء الله عندنا مشاركه ثانيه السنه دي. فيعني الكلام منطقي جدا، ووسائل الاعلام في جنوب افريقيا نقلت التصريحات دي وكانت مهتمه بيها جدا، ان واحد مدرب جنوب افريقي بيدرب اكبر نادي في القاره وبيتقال عليه انه واحد من افضل 50 مدرب في العالم. انجاز طبعا كبير، الناس هناك في جنوب افريقيا بتشعر بالفخر ان عندهم مدرب من بلدهم بيتقال عليه الكلام ده، فين؟ في مصر اللي هي تعتبر قمه الكوره في افريقيا. فالراجل يعني كابتن محمود الخطيب الحقيقه يعني تقريبا قفل الباب في الحته دي، فاتمنى ان احنا كجماهير ومحبين للنادي الاهلي خلاص نقفل الباب عند الحته دي، وعندنا بطوله افريقيا خلاص البطوله بدات، لعبنا اول ماتش في الدور التمهيدي والنهارده المباراه الثانيه مباراه الاياب. وعلى فكره فريق بطل النيجر يعني الناس عندهم طموحات كبيره جدا، وده بان من مباراه الذهاب، الناس بيلعبوا حامل اللقب في اخر نسختين وفاتحين الملعب والدنيا معاهم جميله جدا وبيلعبوا كوره ومش هاممهم. فالراجل المدير الفني بتاعهم قال ليه لا ما كسبش النادي الاهلي هنا في القاهره. فطبعا مباراه مهمه، مباراه محتاجه تركيز كبير، وكل اللي علينا بقى نعمله ان احنا ندعم الفرقه دي. الفرقه دي عندها فرقتنا يعني مش فرقه بطل النيجر، فرقتنا عندها لقب دوري ابطال افريقيا عايزه تحافظ عليه للموسم الثالث على التوالي، وعايز اقول لكم يا جماعه ان دي هتكون ان شاء الله يعني اول مره في تاريخ النادي الاهلي العظيم ده يتوج باللقب ثلاث مواسم متتاليه في دوري ابطال افريقيا. انجاز طبعا كبير يستحق دعم كبير، وهيستحق طبعا شغل كبير، واحنا عندنا ثقه طبعا في اللعيبه والجهاز الفني وفي مجلس الاداره ان هو يوفر لهم كل الظروف ان احنا نتوج بالبطوله للموسم الثالث على التوالي. طبعا
طبعا النهارده عندنا غيابات كتير، فده هيخلي بقى اللي يحط التشكيل اكيد لازم يشغل دماغه شويه. فاحنا مستنين تعليقاتكم، يا ترى مستر بيتسو موسيماني هيبدا ماتش النهارده في تشكيل عامل ازاي؟ مستنين توقعاتكم، اكتبوا لنا في التعليقات التشكيل المتوقع لماتش النهارده، وان شاء الله نلتقي يوم الاربعاء اللي جاي قبل اول مباراه في الدوري قدام الاسماعيلي. ويلا يا اهلي.